حد اخذنا سياره فاكم راح نرسف فوق للمياه المعدنيه والجاكوزي الطبيعي. المنطقة وعرة طبعا اي سيارة ما تقدر تصعد الا السيارات الرباعية الدفع في او باترول. فراح نتوكل بالله ونصعد ونحاول نصور الطريق. طريق وحر وانا قررت اخر مرة اصعد هناك. طبعا هذه المياه مال عيون وصالحة للشرب. فعلا هو هم قال الرجال قال هذا رحلة تجيه ما تنشاهد أنا طالع مع آرات للسياحة برفقة الأستاذ أبو ماسيس والأخ موجود متواجد بأرمينيا ويسوي زورات سياحية وطلعنا اليوم على جولة والله كلش ممتعة وحلوة.